مايكل انزو سيلفستر ستالون، بطولة وكفاح وعزيمة وفيلم سينمائي حياتي في الحياة يدرس، تنمية بشرية قول عايز تقول زي ما تقول، قصة كفاح كفاح. الراجل ده اتولد سنة 46، عنده مشكلة في النطق في شفايفه باينة، وطريقة إلقائه في الكلام سببها إن اتقطع عصب وشه، وهو بيتولد قصاد مدرسة بنات اللي ولدوا أمه، أمه الإيطالية وأب إيطالي، لكن فقر مدقع، واتولد في الشارع. شبابه حابب التمثيل ومؤمن بذاته جدا، يتعرض في اي دور يروح له يرفضوا الشركات تدي له اي دور. مظهرك لا يصلح، طريقة إلقائك لا تجوز لممثل. المهم اشتغل كومبارس بعد ما قعد عمل يعني شبه اضراب قصاد دير، وتدخل قساوسة عشان يدوله دور كومبارس. خد بالفلوس دي، راح بأجر الكومبارس راح اشترى كلب. الكلب ده يبقى رفيق رحلة يعني، $50. بعد كده ابتدى وهو بيشوف فيلم لمحمد ماتش لمحمد علي كلاي، كان بيلاعب غريم اسمه تشاك وينر، كله كان متوقع انه يصمد 3 جولات تشاك وينر، لكن صمد 15 جولة. 15 جولة ده كفاح. فجات له فيلم سيناريو فيلم روكي ده لسيلفستر ستالون، وكتبه واصر ان يبقى البطل. يعرضه على شركات الانتاج، كله رفض، لا ما تبقاش بطل، ناخده منك. شركة تحمست قالت له ناخده ب50,000 بس هنديه لبطل تاني، لا شكرا. المهم الشركة اللي تحمست له وعملت واسندت له الدور $150,000. اول حاجة عملها بعد ما قبض المقدم راح جاب الكلب بتاعه، وكان له نسبة في الارباح. فيلم كسر الدنيا، اتعمل منه 6 أجزاء. جاب الكلب بالمناسبة ب$15,000، أما جه حاول يرجعه من الراجل اللي باعه له $50، وعمل أرباح $1,000,000. الفيلم ده عمل له أرباح $1,000,000. وبعده عمل رامبو 5 أجزاء، واترشح الفيلم روكي الأول ل10 أوسكار، فاز ب3 أوسكار فيهم أوسكار أحسن ممثل لسيلفستر ستالون. السلام عليكم.